وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود. اليهود في عقيدتهم أن المرأة، وهذا موجود إلى اليوم في التوراة التي يعني يتعبدون، لكن لا يطبقون هذا لأنهم لا يلتزمون بدين أصلا، أنه عندهم أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا تبقى في البيت، وإنها توضع في كوخ بعيد خارج البيت حتى ينقضي حيضها. وإذا نفست، إذا ولدت عندهم كذلك، إذا أتت بذكر فتكون نجسة لمدة أسبوع، لا يجالسونها ولا يأكلون معها ولا كذا. وإذا جابت بنت نجسة لمدة أسبوعين عندهم. وجاء الإسلام قال لا، هذا مما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى، وقال المرأة ليست نجسة، وإنما تخرج منها النجاسة كما يخرج من الرجل نجاسة من بول وغائط، هي يخرج منها النجاسة، وهو هذا الدم، دم الحيض. كل ما في الأمر أن لا يجامعها فقط، لكن تبقى تعيش حياتها طبيعية، وإنما يعتزل زوجها جماعها فقط.